عادت الحياة لتدب من جديد في أروقة المدارس الحكومية في المكلا وبقية مدن الساحل الحضرمي بعد أيام من التوقف جراء المعارك المسلحة التي خاضتها قوات النخبة الحضرمية والتي نجحت من خلالها في إنهاء سطوة مسلحي جماعة أنصار الشريعة على تلك المدن. وهكذا يبدو المشهد في المكلا، تكتظ المدارس بطلابها الذين حرصوا على التوجه إليها، فتجدهم في الصفوف يتنافسون على تحصيل المعرفة، وفي فترة الاستراحة هم يلعبون ويمرحون بأمان، فعلى ما استشعروا الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات المحلية في حضرموت في بسط الأمن وتطبيع مشاهد الحياة فيها. بالنسبة لسير الدراسة مشت العملية التربوية التعليمية بشكل جيد وجميل بعد دخول قوات النخبة الحضرمية وقوات التحالف، والحمد لله تمشي أمورنا بشكل جيد وجميل في استمرار العملية التربوية والتعليمية في المدرسة. والمشهد في الجامعات لا يختلف كثيرا، فهذه جامعة حضرموت والرابعة على قائمة الجامعات اليمنية من حيث الأهمية، بدأت كلياتها 15 في فتح أبوابها واستقبال الآلاف من طلابها لمواصلة استكمال العام الدراسي 2015-2016 والذي تأخر لأكثر من 6 أشهر بسبب ضعف الإمكانات المالية وفقا لرواية الجامعة الرسمية وتدخلات عناصر القاعدة في سير العملية التعليمية وفقا لرواية أخرى. أخيرا شهدت جامعة حضرموت عودة العملية التعليمية بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بالمحافظة، وعودة الحياة التعليمية من جديد أكيد حتسعدني كطالبة وحتسعد بقية الزملاء، ونتمنى من الله عز وجل أنه جامعة حضرموت ما ترجعش توقف تاني، وخصوصا أنه قد توقفت 6 شهور من قبل واستأنفت الدراسة وتوقفت مع الأحداث الأخيرة، فإن شاء الله أنه تكون هذه آخر توقيف لها وما تتوقفش مرة تانية. وبغض النظر عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعطيل الدراسة الجامعية في السابق، إلا أن قاعات المحاضرات الممتلئة بالطلاب ترسم اليوم ملامح مستقبل يأمل أبناء حضرموت أن يكون السلام والازدهار هي أبرز سماته. مع عودة الحياة إلى المدارس والجامعات في المكلا تكون المدينة قد قطعت شوطا كبيرا في مسار تطبيع الحياة العامة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.